لكن مثلا حالة نزار مع هادي آدم، هادي الأغنية لم تقدم له تقريبا، يعني حبسته، دمرته في غد. أنا أحزن والله على هادي آدم، والله أحزن عليه، هذا شاعر كبير وأستاذ كبير، لكن لم تشتهر له إلا هذه القصيدة، فحبس فيها، يعني هو حبيسه سجينه غدا ألقى. حبيس قصيدته يعني. حبيس قصيدة. القصائد الأخرى لم تقرأ والآن لا تستطيع أن تقنع الناس بها. على كل حال، لكن يكفيه فخرا كم شاعر خلد بقصيدة واحدة، يعني صح يكفي أنه خلد، يعني هذه يكفي أنه خلد. وأرجوكم